اللي هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن زواج القاصرات، نعم هذا موضوع في الحقيقة اللي هاد الآباء هادم خصهم شويش ينتبهوا لهذا الموضوع. هذا موضوع اللي أي أسرة خصها تنتبه. الآباء خصهم يعرفوا بأن الزواج، حنا ما كنزوجوش البنات عندهم 15 و13 و12 و10 سنين، يا ربي بلغوا. الناس خصها تعرف واحد الحاجه، بان دائما كيجيبوا الامثله بالصحابيات او بالصحابيه كذا كان عندها كذا وكذا. هذا عصر 2021. سي محمد، بنتك غتعطيها لواحد الراجل، ضمنتي هذيك القصر ضمنتي لها يكسب لها شي دار بعد الاول باش تسوي لها سر سبا تجبر فين ترجع تدخل؟ شنو كتدفع بنتك انت للعافيه؟ كيفاش كتدفعوا ولادكم في العافيه عباد الله؟ العائله عندها 15 عام كتزوجوها، 14 عام كتزوجوها، فين دافعين البنات؟ شو كتب لها هذا الراجل؟ والمشكل العويص هو انكم كتهددوا هاد البنات، انتم خصكم الحبس انتم. بانت عليكم كتولدوا كتحصلوا، قسما بالله الا كتولدوا كتحصلوا. للاسف شديد الانسان كيولد وكيحصل في الاخر. دابا اللي كيولد راه حصل، لان علاش كنعرفوا الحصله؟ هو بنادم انك كتدفع نتينا بنك او بنتك للعافيه، كتدفعوا ما على بالكش، خصك غتهن، خصك غتدفع. لين دفع بنك؟ لين دفع بنتك؟ لين دفع ب 15 عام في اليد من هاد الايادي اللي نزلتي في هاد السفاحين اللي كنعطيو ولادكم السفاحه؟ لين تلقي نتوما في الاخر كيجوزوا معاهم واحد المده زمنيه 15 عام. عيله باقا ما كتعرف لا تزيد ولا ماش طيب ولا ماش دعجن ولا قراط ولا حتى شي حاجه، خاويه مسكينه، خاويه الراس ديالها خاوي، ما كاين حتى حاجه. حتى هي غتقوم تحمل وغتقوم تولد، اغلبيه كيولدوا بزيزار بسيزاريان، واحد المصيبه واحد الكارثه، ولا حياه لمن تنادي. ونهار اللي كتبدا تاكل الهراوه في طهره والضاق والمشاكل والصداع والهرج، وتجي عندك دشكي كاب او كأم، كتقول لها احنا ما عندناش اللي كيطلقوا، احنا عندنا اللي كنبيعوا العوال صغارين. ها حنا عندنا كنبيعوا العواول صغارين، هذه هي العربيه ديالنا حنايا. والله ما عندكم الوجه اللي تحشموا عليه انتم بعدا اصلا. هاد الفئه هذه بالضبط ما عندكم شي الوجه اللي تحشموا عليه بالحق. قاضي اللي فوق مننا فوق الارض كامله كيشوف. او الله حتى تخلصوا، كتخلصوا كتخلصوا في الدنيا سبحان الله. اباء فاشلين، اباء فاشلين، مهزله التاريخ. كتعطيو ولادكم ما عرفتش انا، كتبيعوا ولادكم بجوج باطل، كتدفعوا ولادكم للعافيه. ايوا منا كيرجعوا بالوليدات كتقولوا لهم ما عندكم فين تزيدوا، ما عندكم فين تدخلوا. والغريب في الارض منا كيقول لكم نتوما جوجتونا نتينا، قلتي لي نديه ونديه، صح كيعنون ولادهم الحبل في العنق. ضروري خصك تديه. وكيفاش هاد الضروري خصك تديه؟ هذا ما كتعرفوش نتوما عنف؟ كيفاش كتعطيو ولادكم نتوما كتبزو عليهم صحه يطيحوا في الايادي ديال السفاحه بحال هكذا؟ وقصص عندي، ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، قصه غريبه من الطور ديالها. البنت زوجت نقول لكم عندها 13 عندها 14، وحده منهم طلعت البارح انتم شفتوها سمعتوها بنتكم، جان عند الحبيبه ديالو العشيقه ديالو زاد فحالو، خلاها مسيبه بجوج العواول. بحال هذه كاين عادات، ماشي وحده ولا جوج. هذه البنت عندها 14 عام، تزوجت عملت اربعه، لا عندها سته البنات، سته البنات تزوجت عندها 14، قضى معها هذاك 10 سنين هيداك ولا 15 عام لا كثر، ديك 18 عام ديال الزواج، 14 زائد 18 زائد 18 عام 32 عندها دابا. المرأة طلقها هادي عامين وهي ما عرفاش، جا لفرنسا لهنا تزوج، دالها كلشي، مضال على الوراق، خرجت يدا على الله، خرجت يدا على الله. وعاد العنف اللي كانت كتعنف فيه، عاد الظلم اللي ظلمت، وملي رجعت لدارهم دارهم شادو لها الباب في وجهها، قالوا لا حنا ما عندنا ما نعملو لك، انتي وربعة البنات دبر على راسك. هاد البنت هادي اضطرت انها تخرج للدعارة، بمعنى الكلمه هذا بصراحه معكم، مشات للدعاره. واش غادي تعمل؟ يلا واش غادي تعمل؟ هادو هما اللي كديهم نتوما باش تربيهم عليكم اربعه القطاطعيه، ها هادو هما اللي كديهم نتوما كتقولوا باش تربيهم عليكم، اش غتربيو نتوما عليكم؟ ها المآل ديال الزواج القصيره.
الزواج القصير هو يكتب لا دار على اسمه، يكتب لا دار ويكتب لا طونوبيل ويعطي لها المقدار ديال الفلوس باش تسوي لا تلقى عندها واحد 3 سنين بعد ولا واحد 4 سنين مضمونه عند الدار بعدا فين ترجع لها، ما تجبرش فين هذا الدار على اسمه داكشي، على الاقل كتضمن لها المستقبل ديالها. اما انتم ما كتقريوهم ما كتعطيوهم حتى حاجه، هذا راه مشكل، هذا راه مشكل. المراه وجهها عامر كليف ومفرقعه وجهها في 20000 ديال الكيلو والدة 5 6 وباقا زايده كتولد، وهذه كيفاش ما تعطيش ولادها؟ علاش باقا نتينا زايده كتولد بنتي؟ شنو عندك؟ عندك القصر فيه الحمام باش يجيو يورثوا فيه هاد الاولاد ولا شنو؟ زايده علاش مسكينه مزايده لي فهاد هادي ريتاج وهادي اسماء وهادي رجاء وهادي صباح وهادي هادي ام كلثوم وهادي الطاهره وهادي بنتها الطاهره؟ ياك شي بس ما كاين. دابا كتحرجي علينا شنو اللي قال لي تيتيز؟ شنو هو تيتيز؟ عاود شي هضر كنسمع انا هنا فيما كان شي زندوقيه وداخل عندي لهنايا انا العايل جلس ولا غادي نعمل لك زليق؟ انا باقا نقول لك صوفيا خرج لي هذا القططعيه هذو من الجوج د الليل. ايوا دابا منين تخرج الام تمشي تعمل العهر، وديك البنات اللي عندها 6 البنات كيشوفوا يماهم كتعمل العهر، حتى هما غينتشئوا نفس الطريق. اذا ها حنا ما عندنا شي عاهره واحده، عندنا 7 العاهرات غيكونوا في المجتمع في دقه مره واحده غادي يخرجوا. هادي راه مشكل، هذا راه مشكل. وهاد 7 هادوم هي بعدا باقي واقيلا ما تقدرش توقع في الحمل، غيوقع لهم الحمل، ها هما يصبحوا امهات عزيبات. ها البامبينوس غيبداو عاود من جديد، السلسله كتكرر. هاد الزواج القصيرات هذا ماشي زواج، هذا دا عارة مغطيه في الرقم ديال الزواج. نقول لكم انا بالعربيه، هادوم راه كيخربقوا على الدنيا. غدا فيما كان شي عادل كيبداو يدقوا يهرسوا عليه في البيبان ويدخلوا لعندو ويبداو يزوروا في الوراق ويكذبوا على عباد الله وينهبوا على عباد الله، وفي الاخر قال لك طلقها وجرى عليها ودالها ومضالها وعمل لها وصنعها. بطبيعه الحال عندها ما تمضي على الوراق، العائله ما قراتش ما قريتوهاش، العائله ما قريتوها ما والو، العائله مغمضه العينين ديالها طالقين العائله. البنت خصكم توعيوها، البنت خصكم دعوا وعيوها فين تحط رجلها وفين تجلس، وعندها الراي ديالها في الطيفور يكون في الدار مع الزوج ديالها. ماشي المراه كيهضر مع الراجل كتمنه واخا واخا حبيبي واخا حبيبي واخا، اش قلتي حبيبي واخا حبيبي واخا. البنت خاصها عيد راسها هاي وي الفوق، ماشي عاملين لها كنعملوا لها هايده وكنبقاو على المراه كنبقاو ماشيين بها غا هايده مسكينه كطلل الغاب واحد العينينه هايده. ها فين هو لك تجي فيها الدقه كتبقى تعمل لكم غا هكذا؟ ها ربيو بناتكم، ربيو بناتكم يا عباد الله، وربيو بناتكم يدافعوا على حقوقهم، ماشي الوعد طايح اكثر من نايض. ربيو بناتكم باش يدافعوا على الحقوق ديالهم، الراي الكلمه تنزل على الطاويله. ما يمكنش المراه ما عندهاش الحق باش تهضر، وفي الاخر منين يجي الراجل يكمل ويجمل ويديها لك عندها 15 عام يجيبها لك عندها 35 يطبقها لك ويزيد حاله يعلق هو لفرنسا ولا هولندا ولا الدنمارك. هذه راه فوضى كتسمى، هذه الزندقه، هذا راه عهر كتبيعوا ولادكم بالبطل. ها وفي الاخر منين كترجع لعندك للدار كتقول لها ما عندكش فيه الدخله، صافي فعلا بنتك غتزير باش تمشي تعمل العهر باش تاكل مسكينه الطرف ديال القبص. الله يحسن العون، وما كتحشمش ها انت ام انت بعدا، وكتحط راسك على المخده وكتنعس ووجهك حمار، حق ربي غادي يعطيها لك. اسمع مني اش كنقول لك، واقسم لك بعظمه الخالق الا ربي غيعطيك سرطان ولا غيعطيك مرض اللي غادي تبقى تجر في الارض. لان يعني علاش الظلم؟ الله ما كيبغيش الظلم، ما كيبغيش الظلم. كتظلموا ولادكم بهذه الطريقه، هذه مهزله التاريخ. تفع بنتك دابا شي ذكري باش غتخلص بنتك هاد الكره، وانت الراجل شتي شنو عمل فيها؟ انت بعتيها في الحقيقه، بعتيها بعتيها قمارا عند قمار. الله يسر هادو امهات، هادو الام اللي ما طحش على بنتها ما دمقتش بنتها، كيفاش سيبتيها صافي طلت عليها من الشقه ودفعتي الباب ودخلتي في حالك؟ مش كنقول لكم حنا صافي، حنا شوفوا ما يمكنناش نزيدوا الرحمه، ما بقاتش نكون واقعين مع بعضنا. الدم هادو الام مع بنتها، بنتها رجعت في استاد البنات عملت الباب ديالها طرق طرقات ودخلت شحال نعس وكتعمل يدها تحت المخده وكتنعس عليها. ربي يرجعكم هيدا مسخكم واحد المسخ ديال العاده، والله يستر وجهك وجهك الله يستر ممسوخ عامله بحال داك الشيطان الاخرس. دعوا بكم الله.
اسمع واحد كيقول لي اراك يوميا بدون حجاب، وشكون اللي قال لك انا محتاجبه؟ الا شتيني بلا حجاب الدنيا هاني، انا ماشي محتاجبه، انا كنعمل سبنيه فوق راسي، انا كنعمل كره فوق راسي، كنعمل طربوش فوق راسي، علاش شكون قال لك اخويا انا محتاجبه؟ كتشوفني بلا حجاب؟ ايه وانا بلا حجاب، انا علاش انا قلت لك انا بالحجاب؟ انا ما فهمتش، انا مره كنخرج هكذا ها، على انا كنكذب، الناس كيعرفوني ها، مره كنعمل الطريبه شهيده، مره كنخرج هكذا، علاش انا قلت لك انا عامله السمنيه كنعملها براسي، دابا كملت صلاتي بقيت في السمنيه ديالي، انا خويا مضيرنا مع راسي، ها كتشوفني بلا حجاب ياك؟ كتشوفني بلا حجاب وما قلتش شي حاجه، قلت الحق. ومن بعد مشينا عند القاضي دعيني، قول لهم حنا الروداني في برشلونه كتخرج بلا حجاب، اجا القاضي شبرني يعمل لي المشنقه، يعمل لي في مشنقه في الساحه ويصنح يشنق لي بحال هذاك اللي حر بغى يعمل الحرب مع الطليان الليبي المختار. وسير في حالك، سير القططعي، سير وسيروا في حالكم، سيروا سيروا، حصلتوا دابا بقيتوا عرفتوا كتعطوا، كيشوفني بلا حجاب. يا سيدي انا حره في راسي، انا قلت لشي واحد انا محتاجبه، مره كنعمل طروش، مره كنعمل كره، مره كنعمل شمريرو، مره انا في الصيف اصلا السنيه كاع ما كنعملها في راسي، كنعمل غطري مشات سعيده بالورود والزهور وداك الشيء كلاس. علاش يسحب لك ياك؟ ما شتيني راه تصبني عيده ودختي، انا ما عمري قلت لشي واحد انا محتاجبه، انا ما كنكذبش على الناس وما عنديش حاجه نكذب، انا سطر راسي اقولها واكررها واعيدها. ودابا خويا الا شتيني انت انا كتشوفني انا شتيني بلا حجاب، سير عند القاضي قول له حنا الروداني، ها نعطيك، بغيت يكوز عندي الواتساب نعطيك الداتوس ديالي، مشي دعيني قول له ما عندناش الحجاب. انتما كتشوفكم ضايخين وقيله، زعما هما الناس ما كيشوفوني، انا كنركب على الخيل كنمشي نلعب التنس، كيف بغيتيني نلعب التنس انا باش غنلعبو؟ ياك ما صحابك ربط الصبنيه هايده، كنمشي بالكريرو هايده على راسي، الكريطه هايده ولا الكاسكيطه هايده، شي اخويا كنمشي كلاس، ولا كنعمل هادي فوق راسي، شوف كنجي ها، شوف اخويا كيف كنجي، قسما بالله شوف كنجي، مع المري عرفتي اش كنعمل؟ عندي بحال هادو بلعه كنعمل لها هايده وكنهبطها هايده، عرفتو كيف كنجي؟ دابا هادي حيتاش مغطيه من هنا، عرفتو كيف كنجي؟ ما حسيتش نقول لكم، شوف كنجي، كيطرطقو. كيطرطقوا لان المراه الذي لن يعيدها تصريح، هما خصهم، هما عرفتي شنو خصهم؟ هما خصهم داك المراه اللي ملي يهضر معاها الراجل ولا تشوف شي راجل مغربي كتعمل هيدا، كتعمل فين هو فين هو؟ هو نيت ها كتعمل هيدا، اخويا هادي الا ما عملاش هكداك، هادي غير كتوقف قدام يعطيك هضره غتمشي كطير، هادي المراه الذي لن يعيدها تصريح، فهمتيني يا حبيب ديالي؟ وهنا تقول لي شتيني بلا حجاب ولا ما شتيني بالحجاب ولا بلا حجاب، ما انا كنسرق نتاع الناس، ما انا نديها نتاع الناس، ما انا حاشا يدي في جيبك في الكارطيره ديالك مطلعها لك، ما انا متعديه عليك، كل واحد يحترم حدوده، الله يخلف الله يجعل البركه وزلق وراك خرجتي برا الباب زرقاء اوتسايد، الله يعاوننا ويعاونك، يلاه تقعدنا عند الباب، حنا كنستناو لان الاخت كتعمل جيم جيم بصح الله يخليكم. مصيبه والله، الا انا كنخرج بالكرات، كنخرج بالكاسكيطات، كنخرج بالطرابش هايده، كنخرج بكلشي، انا ما كنخرجش غير بالسمنيه، السمنيه ديالي مره كنربطها من هنا، مره كنعمل لها الطفيره، مره كنعمل هيدا وكنعمل الشعر، الشعر كنطلق الضفره حتى لهنايا، بلاتي نوريكم قسما بلاتي، دابا هو جبدني انا غنوريكم بلاتي، انا جايه انا انسانه محترمه راسي فقط، انا ما كاين لا حجاب ولا هو يحزنون، انا غنجيبكم نوريكم اش كندير بلاتي. العزيز ديالي شو باش نزيد لك باش نخليها لك انا قصه في الحياه ديالك، شوف هكذا وكنعملها هكذا، شتي الغزال هكذا وكنجلس هكذا، سير الله يعاوننا ويعاونك، سير 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 حبيبي سير، جيتي معطل اه الحلو شحال البلاستيك، ملي كنكون في شي حفله ولا في شي حاجه كيعرفني حد بنينانا،
الا ما قلتي انا الا ما قلتي I'm from Morocco nobody can know that I'm from Morocco. You have to know and this is the best thing that I have in my life. I never ever when I go somebody knows that I'm Moroccan. حتى واحد ما كيعرف مغربيه الا ما قلتي انا مغربيه حتى واحد ما كيعرف مغربيه ومحترمه راسي ومغطي راسي والمكانه ديالي ملي ما مشيت الناس كتضرب لي السلام. ها ولاتي نشد الباب حيد لي ايوا باش نزيدك باش نعمل لك بالك باش ما تبقاش تضر بيا انا عاد هنا كثر هانتيني الغزال ايوا انتي رجعي هنا لاله احلم هنا رجعت انتي انسانه سي يوسف باب زنقاسي الله يعاونك وعاونك يلاه 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 خرجوا عليا خرجوا عليا هذوك داك اللي كيجيو بانهم متدينين وبانهم ماشي جهود انا ما عنديش نروح للمفتين وما عنديش نهض المنبر باش نطلعوا هنا نعملوا عليه هذا الله يخليكم كاين مواقع كاين منابر اللي فيهم الدين سيروا تما انا اليوم كنهضر على الزواج القصيرات ما عندي حتى شي علاقه انا ما كنناقش مواضيع دينيه ما غادي نعملوا مواضيع دينيه با هنا ما عندكم فين تتخبعوا باب الزنقه كنستنوا حتى تعمل البلوك الاخت صوفيا اذا غادي نستنى ديسكول بايونس باب الزنقه يلا اوتسايد الغزل لانه ما عندهم الحجاب هي تغلف راسك كيقولوا معقلوا ماذا الحجاب راه اخلاق الحجاب راه عفار الحجاب راه سلوكيه ديال الانسان الحجاب بزاف د الحوايج الحجاب ماشي هو ان الانسان عمل السبنيه على راسو صافي تعمل الحجاب بزاف ديال الناس عاملين السبنيه لان الازواج ديالهم ضاغطين عليهم يعملوا ديك السبنيه وهذاك ماشي حجاب في الحقيقه شحال من نوب عاملين الحجاب لان الراجل قال عمل السبنيه المراه خصها تعمل السبنيه اقتناعا منها بعد اولا ماشي حيتاش الراجل فرضها لان ماشي الراجل اللي كيفرض السبنيه السبنيه فرض الخالق ماشي الراجل ما الراجل اللي يفرض على راسو ويشوف الشيء اللي خصو يعمل راسو بعدا كل واحد خصو يعرف الطريق ديالو فين هي حنا باقي عندنا ديك الاخطاء باقي كنفهموا كنستنى حتى يعطيني انا الراي الراجل واش نعمل السبنيه اللي عايشو انا عملتها ولا غطيت راسي لان على وجه الخالق ماشي على وجه الراجل الراجل يعاود المخو على انا باش نبدا انا اللي قال لي الراجل غنبدا نعملو انا ولا كيفاش هادشي هذا مالي انا ما عنديش العقل كيفكر ايوا انتما دابا واغلين مخير فيكم واغل انسان بين قوسين هادي كيعمل الانسان خوفا من الله و يعني الامر للخالق ماشي الامر للزوج كيضحكوا لينا بعدا هادو ملي كيهضروا على هاد الحجاب والطاعه دابا ساعه كذا كيقول لك الطاعه الطاعه والطاعه لله عز وجل ماشي الانسان البشر البشر نوضوا يا عباد الله نوضوا جمعوا راسكم نوضوا راه هيدا كيعمل لكم باش كيبقاو يستغلوكم وكيخليكم في الاخر ملي كيكملوا منكم كيرميوكم كيعلقوا عليك كيعلقوا كيزيدوا كيخليك لا دار لا دور لا لحمد كيدور في الكوري الدنيا خاويه الشحط والكحط ما كاين حليب ما كاين ليكوش ما كاين فلوس ما كاين ماوى ما كاين حتى حاجه ايوا فين الاسلام صافي ما كيعقلوش عليكم ما كيعقلوش عليكم وتبعوا هادوك الله تيخرجوا عليكم هو خارجين عليكم عليها حنا طايحين طيحه الغير غالي تحرر من هاد الافكار بعدا اللي عند هاد الناس هادو راه غادي يبدا يشوف الضوء الدنيا ويشوف النور غالي تبعادهم راه في الظلمات لان علاش لان غتبقى تحت السيطره غتبقى بحال ديك العبده مكوانسيه وما عندكش البديل ودائما كيفرض عليك ما تخرجش لهنا ما تدخلش لهنا ما تخدمش ما تعملش ما تصلح باش كتبقى بحال ديك العبده بحال الشرك صافي من هذا هو علاش هما ملي كيشوفوني هذاك ما كيفهموا حتى حاجه كيطلعوا كيجريو كيقولوا معقلهم غيدخلوا عندي انا كنت تكون واقف قدامي شخصيا نورك نعلمك بعد الادب غير بالحوار ماشي بشي حاجه اخرى وما غتقدرش بعدا غير سؤال نعطي لك غادي تهرب لان انا قلت لك انت بعدا اصلا ملي كتشوف اختك العربيه كتبغي تبودر عليها ومنك كتشوف الكوريه كتقعد على غايده قول عليهم لهم غايده السنيونات ديالكم تصد عندك ما تقول عقليه خبزيه محضه الرغيف والبغريره What else? What you can say? What you can discuss? What you have to say? Nothing, so you laugh like that with your feet. الناس القوريه كتبقى تشوف فيك هذا باين مسكين كيخرج فيها ديك السنه الصفر كاملين التشينيين كاع اورانج كالر ماشي بقاوش حتى يلو كالر. What going on? انت يا غزال طلع من عند حنان هنا كتبغي تعمل عليا هنايا زعما انك سبع. يلا حبيبي يلا حباب زرقاء. لا انا لو بقيت مع هادوم غادي ننزل وغنمشي لصفحه اخرى قسما بالله ناري الناس شحال غيسبوا غيبقاو الناس يسبوهم ليلا وانا ما بغيتش هاد المشاكل هاد والله الا غادي ننزل من هاد الصفحه ونمشي لصفحه اخرى
خالي جاتني بعض الغزاله، غنزيد نكمل ولكن بغيا يجي من الصفحه الله يخليكم، لان بلوكينا بزاف. نعم، اذا غادي نزيد. اذا قلنا زواج هاد القصيرات هادو اللي عندهم 13 14 15 الاغلبيه ديالهم في الاخر يعني كيكملوا المآل ديالهم ان الانفصال، ومن كيجي المده هاد الفتره ديال الانفصال كينفصلوا هما باقيين صغارين، يعني في السن ديال الثلاثينات. يعني هنا كنشوفوا يعني ان واحد الانسان عام، حنا في الغرب عندنا المراه عامه بدا كتكون هي بدات وكملت 30 سنه، يعني 35 سنه بدات وكملت بناتها وولادها يعني اكثر منها بطوله. وهاد المراه كتجينا في المجتمع كتخرج للمجتمع على حنين الله يرحم، لا اهلها يردوا لها الاعتبار ديك 15 سنه اللي عاشت في العدم وباعوها لهاد السفاح هذا، وعلى الاقل يساعدوها يمدوا لها يد العون، لا مجتمع يرحم. تصور هاد المراه هذه ملي كترجع في المجتمع كتبغي تمشي تشوف غاد باش تعمل ميناش في القهاوي، تصوروا تعمل القهوه اللي تدخل لك يطمعوا فيها، يعني دحني تجفف ومنين تكمل التجفيف الدعاره تخدم، والثمن اللي كيعطيها داخل فيه الدعاره والتجفاف. يلا حلوا معايا نتوما اللغز، القطاطعيه هادو اللي عندكم تما محشيين، هاد العقول، هاد العقول المتزمته، هاد العقول اللي مخربه، هاد العقول اللي ما بغاتش تنهض. هاي خاصها تجفف ومنين تكمل التجفيف تقوز للدعاره. علاش؟ على جوج بصاصط. دابا واش السيده جات تجفف ولا جات تعمل العقل؟ انا كنهضر مع القطاطعيه اللي في هاد المقاهي، ماشي كاع المقاهي ولكن اللي عندهم هاد القهاوي. الناس كيتشكاو كتقول لك كنمشيو باش نطلبوا خدمه، كيطمعوا فينا تحرش، كيتحرشوا بينا. وعلاش هاد الشيء هذا؟ ما ترحموا، كتجبر راجله قطات معاه واحد المده ما ترحمت، خرجت للمجتمع باغيه باش طرد الخبز، ما ترحم اهلها، ما ترى اهلها ما رحموها، في الاخر طلعوا لعندي نتوما نهضروا لي على الحجاب وتهضروا لي القطاطعيه وتهضروا لي مع اهلاياش. انا والله معكم غادي نوقفكم هنا، شو انا غادي نوقفكم هنا بالسريه، غادي نوقفكم ولا اتنازل عن الحق، فهمتوا؟ بقاو تخبعوا لي نتوما هنايا مور الدين ومور الحجاب ومور هذا، وانتوما الاعمال الحقيقه ديالكم مره يا المنافقين. الناس كتعاني وانتوما كاسين كتضحكوا. ايه الحجاب؟ شتك انا بلا حجاب؟ شتيني بلا حجاب؟ حره، حره على الام ديالك وعلى الاخت ديالك ولا على من ولاك كله. ما تسطمش السطمه ديالي عائلتك كامله جمعه، سطمه واحده ديالي انا ما تسطماش، من الام ديالك وزيد جبد جر عليها ما تسطماش. تجي تهضر معايا نتينا اربعه القطاطعيه، نتوما هما اللي خرجوا لنا على هاد البنات وخرجوا لنا على كلشي. المجتمع مهرس الله يسر، ما بقاتش الثقه، ما بقاتش الامل، ما بقاش الانسان كتجي ما شفتهاش على خدمه حتى كيصدق، حتى كيصدق الاخرين، الاخرين اللي عند الباب كيكون غير عساس حتى هو كيطمع فيها، حتى العساس ديال الباركين داك القهوه اللي كيكون قدامها شي باركين حتى هو كيبدا ماشي خصو يتشرب القهوه، شاف المراه جديده جات جافه كيقول واحد الكرجه جات نقضيو حاجه، حتى هو مسكين عاود حتى ما عرف حتى حوايجو هايده وحالته هايده، والمراه مسكينه الظروف ديالها مقهوره، وهما كيهضروا لها على الجنس، مع المراه كتجبر راسها مضغوطه خاصها تعمل داك الجنس لان ماشي جلو عليها على طرد الخوف. عندها ولاد دعيناكم من الله، دعيناكم من الله، الله يعطيكم، الله يعطيكم هاد كورونا اللي ضربتكم، الله يجعلو يضربكم كورونا ديال الهند، تضربكم من تم الطيحه من النيضه مع الدخله مع الطيحه من تم المقبره. صراحه الله هي هذه، لانكم لا قلوب رحيمه ولا ترحموا عباد الله، منادم مقهور وكتزيدوا تقهروه. وهاد القصيرات هادو من الاغلبيه ديالهم كيعانيو، اغلبيه ديالهم خرجوا للدعاره، وفين هاد الدعاره؟ فين هاد الدعاره ولادي؟ فين هاد الدعاره؟ والناس راهم كارثه، فين ما كاين لا دعاره ولا هم يحسنون؟ بنادم حتى حوايجو ما كيصبنوا، باقي خصو غا مسكين ماشي يمشي يعطيه هو 100 درهم و50 درهم و100 درهم، شري غتجي نقي على 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 راسك ولبس مزيان كون راجل. اودي الله يهديك، جمع داك 100 درهم ديالك وكون راجل، ما تشتيها ما عندهاش، قدم لها واحد 20 درهم في سبيل الله، وخلي 160 ريال ديالك في الجيم ديالك، شري جينز مزيون تراوزرز مزيانين وكون راجل، فركس لي راسك. خلينا من هاد الافكار المتخلفه، خليكم هاد الافكار المتخلفه، انتم الله يستر هاد الجنس خرج عليكم شي جنس ما كتعرفوا له، ما تعرفوا ولاد مارسو، ما تعرفوا حتى حاجه، كلشي ديالكم مهرس الله يستر. غتشوف فيكم كتغيلف قسما بالله، انا كنقول لكم غا كتشوف من هذا الله يستر بعد الراس ديالهم، بعد تقول الله يستر فيه اكرازه
كلشي راس ديالو مقزز 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 مقزز، ياك شي راس مكاين، الشعر ما كنظلمش راسك من واحد الزر، كلشي راس مقزز مقزز، قال لك هو خصو الدعارة، خصو يمشي الدعارة وخصو هادي وخصو هادي وخصو هادي، ما كتحش من نتوما، ما كتحشموش. اه يلا العائله مسكينه جوزت العدم جازت من المخاطر ديال العالم، خرجت يدا على راسها، وفي الاخر كتقولوا الناس كتنتحر، وانتم ما يقدر يعيش معكم العفريت وما يقدرش يجلس معكم صراحه. الله هي هادي صعاب 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 صعاب، ما كترحموش ما كترحموش. في وقت تعطيني بنادم الخدمه وتزيدوا تطولوا عليه يدكم تحرشوا به، علاش زعما هاد المره نتوما بالنسبه ليكم كيفاش كتنظروا لها في المجتمع؟ في واحد يدير قوي المستوى ديالكم، في واحد يدير العفه تكون عندكم عفه وتكون العفه للجسد ديالكم، وفي الحقيقه حتى هاد الرجال هادو ما بقاش عندهم قيمه، هاد النوع هذا راه هاد النوع اللي كيمشي يزني راه لا قيمه له، الرائحه السوداء اخ خلي قلقور، لا قيمه لك لا قيمه لك. هي بعد حتى وهي عملت العهر الظروف، ولانها في ضغوطات ولانها في مأزق ما عندهاش المخرج، ولكن الله سبحانه وتعالى من فوقه كيشوف كلش، ما تخافوش. ولكن حنا نرجعوا للسبب الاساسي اللي كنهضر معاه، هو هاد الاباء اللي عطاوها حتى وصلت لهاد الدرجه هادي، وصلت لهاد الخطوره هادي اللي كتشوف. فلهذا من هاد المنبر هذا انا كنقول اي وحده باقا جالسه في الدار ديالها وكتشوف عندها مشاكل وكتفكر تطلق، حنان كتقول لك قبل ما تطلق فكر فغادي تمشي، راك غادي تكرفص، راه بزاف د الحاجات نسينا ما عرفاهمش، وغادي تخرج من المجتمع وغادي تجبر اشياء اللي غتصدم منهم اكثر من داكشي اللي كتجوز مع داك السفاح. فلهذا انا كنقول اي امراه وان اي وحده متزوجه ولديها مشاكل فكر فكره وجوج وثلاثه واربعه وخمسه وما تهرقش طال حتى تعمر اخر، راك غتكرفص، راه رغم الصعوبات اللي عندك كتمر بهم، ازمات كتمر منهم، مهلا عليك يا حبيبتي، لان الشارع دئاب سيفترسونك، دئاب سيفتر غتكون فريسه للدئاب، قول صياد يا صياد. ما عندك مهنه، ما عندك فلوس، ما هضر باباك غادي يشبروك، والديك ما غيعطيوك والو، اذا هنا خصك تشوف بعدا غير المأوى، الا عندك الكارانتي ديال المأوى واحد 5 سنين حنا كتقول لك هز الماليطه ديالك وخرج، ما عندك والو لازم تبدا تخطط تخطيط المالي، كيفاش غتعمل باش على الاقل تخطط المالي ديال 5 سنين، من غيره ما حتاش تخرج، غير جلس تما فين تينا، غير جلس يحن الله وشوف شي حل اخر، اما زعما غادي تشبار وما تمشي هذا وغادي تطلق، راه ما يعقلوش عليك، ما كاينش اللي يعقل عليك، هاد السفاح هذا راه ما مش يعقلش عليك اصلا، نسينا معاه وما عقلش عليك، والسفاحه اللي كاينين برا كثار من السفاح هذاك، هذه هي الحقيقه. فانا كنقول اي امراه الله يجازك بخير سمع حنان اش كتقول لك، وجبد هاد الودنينه جبده، ما عندكش المأوى، ما عندكش التخطيط المالي، ما عندكش شي حصيصه مخبعه، ما عندك حتى حاجه كزعما كتقول باش ندبر الخدمه، اي غدبر الخدمه، انا ما نقولكش لا، انا الرزق ماشي في يدي، ولكن اختي ما نسينا عارفه الخدمه شنو الخدمه، داش خدمه قهوه، غتعمل ميناج في القهوه، الميناج في القهوه فيه حتى هو خصك الميناج القهوه خصك حاجه اخرى، الا ما رحم ربي الا كانت ديك المراه كبيره هذيك ربما ما غيطمعوش فيها، اما نسينا باقا صغيره وعاطيه للعين، هادو راه ما كيحترموش، هادو راه هادو بيئات مطلوقين في الكون، ايوا كيفاش فغتمشي تخدمنا في المعمل نفس الشيء، لان نتينا فريسه، نتينا هي كيكونوا كينتظروك داك الفريسه، ونتي عاد مره ملي كتخرج كتقول لها ويلي شحال الرجال تابعين فيا، ويلي 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 شحال الرجال، ولا كنت كنسمع داك السفاح مع هذاك داك بركابي، ويلي شحال الرجال، هادو كاملين غير غيضحكوا عليك، هادو غيجيبوا لك السيده، وجماع المسائل ديالك، وجماع الصريول ديالك، ونوضي حبيبتي، نقولها لك باللهجه المغربيه، نوض نوضي نوضي حبيبتي، وجلسي فين انت حتى تشوف التخطيط المالي ديالك فين هو، الا والديك غادي يهزوك مرحبا، ما عندك حد اللي ماشي يهزك راك انت مهدده للتشرد، ومهدده للتشرد، الدعاره بعدا نعمل لك عليها هذا القش، شي الدعاره قسما بالله، اقسم بالله الى القلب ديالي كيغلي، الا ما شفتوش الدعاره يعني غصبا عنك، واخا تقول لي انت شاف عفيفه وشافي وشريفه وشفيفه وشعيشي عيشه وعيشي عيشه، ما كاين لا عيشه ولا قنديشه، ما كاين، هذا مجتمع ذكوري الذئاب،
راك غادي تدخل للتهلوكه. اسمع مانيش كنقول لك، رجع لدارك فكر مزيان، حاول تخطط، حاول تخدم شي خدمه، حاول تجمع، حاول تشوف فين الا خرجتي من داك المأوى فين تدخل تسر راسك. اما الا نسينا خارجه غير هكذا وصافي بنت الناس، راه ما عندك فين تمشي، راك غادي تخرج ماش ترجع ماش تكوز من طرق اللي هي نسينا ما كانتش حتى على الحسبان ديالك في البال. صافي هنا فين غادي تبقى نسينا في الاكتئابات وداكشي. علاه ملي كنعملوا 40 الله يسر وشكم تقول عندكم 100 عام، قسما بالله كاين بعض منهم كيفتحوا معايا الكام كيهضروا معايا كنقول لها شحال عندك من سنه، كتقول لي 35. ما لان ما كنقدرش نقولها لهم في وجههم، ولكن انا كنتصدم كنتصدم. المراه وجهها الله يستر قول قاس في الحرب ده هتلر، قول شوها في الفران ده هوليكوست، مصيبه شاس مسكينه المراه. صافي مع مقطعه الورقه فانا كنقول ان هاد النساء هادو خصوصا القصيرات، لان بركه عليهم انهم هذا اغتصاب في الحقيقه في الداخل ديالهم هما. لان واحد البنت باقا صغيره البنت باقا صغيره نجوجوها بهالطريقه هذه، نعطيوها ما عرفه فين داخله، كتصدق حمله، كتصدق والده، كتصدق سيزاريان كيشرقوا لها كرشه، كتصدق ملايين الاشياء. والعنف لفظي، العنف جسدي كيطبق عليها كلشي. هاد البنات هادو اللي باقين صغارين، لان اصلا هي في هاد المراهقه هادي كيكون عندها حب ديال المراهقه، هذا راه مشكل. وهاد الرجال هادو اللي كيغتنموا هاد الفرصه هادي، كيغتنموا هاد الفرصه لانهم ذئاب، لانهم السوق ديالهم خاوي، لان الجهل طاغي عليهم بواحد الدرجه يعني عمياء. يعني باش دي نسينا العائله عندها 15 عام، شحال من نسينا مع العائله عندها 15 عام؟ يلا عندك 25 عام اولا عندك 35 عام ماشي مع العائله عندها 15 عام. سمعت فريد الطيبي، سير اوليدي سير اعمل بعدا الاسم ديالك وعمل الصوره ديالك، بعدا طلع بوجهك وهضر معايا وتحاور معايا وتناقشي معايا. هذا جي هضر مع حنان، مع حنان بعيد عليك، ضع طوتنك وما تلحقش حنان، شد عط ودنك الى لحقتي تعط ودنك عطه. ساعه نقول لك انا راسي قطعوا لي. سير وليدي سير، ها كنعطوا هيدا هيدا كنعطوا 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 العط. ها لان الناس كتفتح عينها دابا كلشي ماشي بداعيق. حتى ديك القصيره دابا الا كانت كتسمعني يجي باباها ويماها تقول تقول له لا ما غادي نتزوجش، مشي معاه حتى المحكمه العليا ومن حقها. علاش غتزوجوها انتم 15 عام و 14 عام؟ جوج ابنك ب 15، عطاك بركابي داك العتروس اللي عندكم كيدور في الدار، عطاك اللي خصكم تجرو عليه الزنقه، ماشي العيال مسكينه كتخرجوها. دابا تبارك الله البنات رجعتو كتخرجوهم وتكونوا كتبربروهم وتدخلوهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم هاد المجرمين القطعيه الاخرين. الذكوره كيدخلوهم ويبربروهم ويغطيوهم ويزيدوا لهم الفلوس باش يتقرقبوا، والبنات كيجريو عليهم كيلصقوهم لشي حد. كي غنلصق الله يسر، اللصق مور اللصق، ما خصكم غير فين تلصقوا. البنت عندك خاصها تكون عندكم بالله في الدار، البنت خاصها تكون دايما، البنت خاصها تكون تهتموا بها اهتمام كبير باش تكون واحد الاسره، لان هي العمود الفقري للبيت. ماشي البنت الله يسر ما كتعمل 22 حتى كتكون عندها البنت قدها بالطاوله، ملي كتشوف فيها ما كتعرف لا اختها ولا خالتها ولا هي بنتها. ضحيه والله الا فيكتيم هاد النساء هادو، هاد العيال هادو مساكن، هاد الاطفال هادو والله الا ضحيه وضحيه. سون دي فيكتيم قسما بالله، الا سون دي فيكتيم سون دي فيكتيم. والاباء المسؤوله الدرجه الاولى كترجع لهم المسؤوليه ليهم هما. تقولوا شي الفقر خبزه قسما انا مع بنتي، خبزه قسما انا مع بنتي، ما نسيبش بنتي في العافيه. نعطينا بنتين واحد اللي غيعمل يدو عليها والله حتى نقطع له عنقه بالله العلي العظيم، والحبس انا كنعرفوه او الله حتى عرفتي بيا ولا به، واحد المقبره واحد الحبس. يضرب لي بنتي وباقي ما عادش هذا الراجل هذا، ما عادش على وجه الارض، ما عاد تكون عندي بنتي ويحاد لي يدو فيها ويعمل لي يدو عليها، وهي بعد قبل ما تجي لعندي حتى تكون خرجت له عينو، عاد تجي لعندي هي وبلاش تبقى تضربني والله حتى لك ديك الساعه. قلت لها علاش ربيتك انا؟ علاش ربيتك بنتي؟ انا ربيتك على انه يعمل يدو عليك شي واحد شي خلق في الكون، واش بعد انت معاك عاد نمشي لعندو نكمل به. سكي اي ساسي، يعني خصنا نربي ولادنا على الاحترام، خصنا نربي ولادنا ذكرا وانثى
ان كل واحد يجمع يده والواحد ما عندوش علاش يضرب واحد اخر، والعنف بين الرجل والمراه خصنا نقضيو عليه باي طريقه، حبوا ولا كرهوا هذا كيبقى مشكلهم. ولكن نوضوا يا النساء وفيقوا، وبناتكم ما تبيعوهمش رقاص، ما تبيعوهمش صغار، لانها هما في الاخر المعاناه ديالهم. اللي جالس معايا راه كيسمعني راه كيعاني، راه حس بهاد النقط اللي كنطرق لهم. اما واحد اخر اللي ما عندوش هاد المشكل راه جالس كيتصنت وعامل يدو على مخده كيطلل عليا، كيقول هذه غير هبيله كتهضر. هبيله لان الحرق ماشي فيك انتينا، هذيك اللي جالسه راه فينا كدور على المقايا واللي مشات عنده كيتحرش بها ويضحك عليها والكلام السافيه والنبيه، والناس صايمه ما كيخليو لا رمضان ولا مصيبه، هادو عندهم الجنس في الدم، هادو ما كيعرفوا لا رمضان ولا هما عندهم ثروه ولا غير كيهبطوا ثروه لهم في رمضان ولا رمضان بالقيله والنهار، ما على بالهمش ما على بالهمش. باش نكونوا واقعين مع الناس، مع الناس فهمتوا. اما انا شخصيا تكون عندي بنتي وتجي لي بنتي تدق عندي في الباب تقول لي بركابي، هاي والله ما نتفك معاه، والله ما نتفك معاه ولا نتفك معاه، ولو يبقى فيا عرق واحد كأم ما نتفكش معاه، ما نتفكش معاه، وما ندخل لا باباها ولا خاها، انا مره ما نتفكش معاه. نعرف انا علاش عمل يدعو عليها، شنو نعمل لها؟ تقول لي ضربني الطرشه، نقول له وقف ردوا ديك الطرشه علي وعطيه. ايوا باش باش نتساوى باش نتواطاو، منين نضربو نقول له كي جاتك عجبتك هذيك الطريشه اللي كليتي دابا عجبتك؟ قول له دابا عجبك الحال، غتزيد معاها تكمل يدك في جيبك. ما عجبكش الحال ولد الناس، الباب اللي دخلتي منه خرج عنا نخرجوك من الطاقه. يلا ايوا هذه هي الحقيقه، حقيقه مره ولكن هكذا خصها تكون. قول له دابا منين دخلتي دخلناك من الباب، دخلناك راجل بحال راجل، عملناكم فوق راسنا، ودابا ولد الناس الا ماش تكمل في الطريق هيدا معوطه مرحبا، ها هي ما غتكملش راه غادي تخرج من الطاقه، وبلا باباها بلا والو، غير انا غادي نتكلف بك بوحدي، غادي نتكلف حتى هي ماشي من بعد مورا. يقول رجع عندي اللور، قول له دابا شنو عندك جوج كلمات شنو غادي تختار فيهم؟ واش غتكمل راجل وغتحترم راسك وتحترمها وهي تحترمك وكل واحد غيجمع يدو في جيبه؟ يقول لي نقول له الاولي والاخريه عندك، ما كايناش. نقول له ولد الناس راه غادي تخرج من الطاقه وراه نتبعك واخا تدخل لي في البطن الحيه، والله لا طلقت لك. يعني انا الظلم راه لا ما كيبغي حتى شي واحد، لان هاد البلعد البصيلات هاد الرجال هادو هاد النوع هادو اللي باقي ما بغاوش يفهموا، هاد المتسلطين هادو، هاد اللي كنشوفوا حنا هاد المعاناه هاد النساء هادو وهاد الاطفال اللي مشردين بواحد الطريقه، وغولد وزيد ولد غير فهاد الشويكاش ديالو كيزيد فحالو كيعلق وكتبقى هي مسكينه محوله. بدات عيطها فلانه، اجا فلانه، جا زرت فلانه، على فلانه وزرت فلانه، هما اللي كانوا معاها ديتيها بحال بالله راه من الدار ديما ديتيها عاد 15 عام باقا ما كنعرفش حتى نهضر. ها نعم اسيدي كليتي اللي كليتي وستي بحالك مع الطريق، حيت مسازين كنعملوا للناس ولا فين؟ خاطر الناس ماش تعيق وتفيق وتطالب بالحق ديالها وتنوض وتوقف على رجلها. هذا خصو من معقول، هذا خصو من معقول، هذا النوع هذا خصو من معقول، هذا النوع هذا هاد الرجال هذا خصو من معقول، خصو من معقول، خصو بنادم يوقف لهم هنا، ها فينا يوقف لهم، هنا يوقف لهم. ما نتنازلش بقى مورا واخا يدخل لي في بطاط الحيه، والله لا طلعت له ولا يدت لي فلات، ولو يبقى فيا عرق واحد واخا نعرف نمشي بزحفه ورق ورق والزمان طويل مزيان. حنا عندنا بناتنا هنا اللي جاي يكركبوا منا، اللي جاي يضربوا منا، اللي جاي يشنتفوا منا، اللي جاي يسيبوا منا، في الاخر نجريو عليهم. دابا المشكل العاوس اللي كيحس في القلب ماشي غير الراجل، دابا كتجمع حتى متفقين مافيا هادو كاين المافيا كيقولوا المافيا د العقار هادو يا ونطيحوا في المافيا د العقار. ها المافيا د العقار ها نبوسوا هادو اكثر من المافيا د العقار. ملي بنتكم وقع المشكل وانتم شديتوا لها الباب في وجهها، ها وهو طحنا وانتم سيبتوها للشارع، هادي اش كتسميوها انتم؟ انتم عندكم هذا شنو كتسميوه؟ هادشي شي اكثر من المافيا هادو، هادو مراك هذا اصعب شيء اللي يقدر يكون في الارض، وحنا ما كننتبهوش لهاد المشاكل هادو. قسما بالله الا كنهضر معكم بالمعقول، والله كانت عندي بنتي ونجوجه ونسمع غير نسمع بان مشى حداها والله بالله العلي العظيم يا ما نتفك معاه ولا نتفك معاه، الا ما خرجوا من الطاقه ما ناشي مسلمه، اقسم بالله العلي العظيم كنقسمكم بخالق خالق السبع سماوات والاراضي والكواكب ومن الارض ومن دب عليها ومن مشى عليها ومن خلقها، والله ما نتفك معاه ولا نتفك معاه. علينا كبرتها وربيتها وقريتها ووصلتها باش يجي انا بركابي يحاديها؟ لا لا هادي 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 ما كتقوليش بعدا اصلا الله اقل، باقي في هاد العصر هذا كنشوفوا الناس باقا يعني بالملاكمه مع بعضها، هادي راه فوضى، هادي هادي فوضى عند هاد الناس، هاد الناس راه خصهم يعيقوا، الراجل راه خصو يعمل يدو في جيبه
والحاجه اللي ما كانش فيها تفاهم كنهضروا كنتحاوروها، كاين نقاش كاين دايلوغ. ما عجبتنيش هاد السيده كنعطيها الحقوق ديالها والواجبات ديالها هي او كذلك، وهي من حقها واحد الحاجه الا ما عجبتهاش خصها تقولها. واش نتوما كتجلسوا مع عباد الله خصكم تطبقوا عليهم داكشي ديالكم السلطه ديالكم والقوه ديالكم والشي ديالكم بغات ولا ما بغاتش؟ وحتى الهضره منين تهضر تبدا تعمل لكم هيدا تبدا تطلع عليكم غاب عينينا وحده مسكينه قاهرينهم حنتو تدكدكوهم تشبروا لهم من الشعر هيدا وتشعطوهم مع الحيط. عرفت اش كنعمل من ادم ولا نتوما؟ وانتوما خصكم في حالي انا اللي يطلقكم قد قسما بالله العلي العظيم كانوا مني غا واحد 100 يغيروا هاد المصيبه هادي وكلشي تطلق كلشي يزيد مع الطريق الفضيحه هادي. المرا كدر اوعدي المرا ما كتجي تكمل الهضره حتى كيكون قلع على الشعر الشعر كلشي مترش في الارض ضربان عند الحيط هرصه شو كيتسيبو داكشي والله حتى نخرج معاه بالباركو بالله العلي العظيم الا ما نخرج معاه ماشي بسلمى بيا ولا به. ما عندنا حنا على هاد الحركه كامله على هاد الزمر هذا كامل كاع، واش حنا جينا نتزوجنا باش على الحب والموده والاخلاق ونهضر معايا ويعاوني ونعاونك، ولا جينا غير نقلبو على الدار ونهرسو؟ ما عندنا خويا الزمان مهرسنا وتزيد نسيت تهرسني اش بيني وبينك؟ اش بين ديالي ما بينيش وبين انا المشاكل انا هادو؟ انتوما كتخليو الدل كطلعو على طهركم الدل وزيدو قلت ما داكلو هاكم وتكاثروا في الاخر كيسيبوكم للزنقه وفي الاخر تدو طلعوا ارا فلانه على تلفناني ما عندي ليكوش ما عندي هادي ما عندي وماشي وحده. هادشي راه بزاف عباد الله وراه هادشي كيألم يعني ملي كتشوف الحاله وكيفتح معاك الناس الكامو كتشوفهم كيف نومه كيعاني والله الليله كيبقى بنادم مريض قسما بالله. دخلت لي حاله اليوم والله الا تفطر شنو الفطور اللي قلتكم قبيله وجز والله ما كليته اقسم بالله الا بغيت نجيب لكم سطات الزبل راه نبيتو في الزبل وانا من نوع ما كنرميش الماكله في الزبل. تعصبت ملي شفت السيده كيفاش كتهضر معايا الحاله ديالها ماساويه تبهديله. بقيت كنشوف انا كنقول واخا انا غادي نعاونها هاد الشهر شهرين ثلاث شهور واش غنقدر حنان؟ مع نفسي طرحت السؤال قلت واش انا غنقدر نهز الباقي العمر ديالها؟ يعني علاش هاد الظلم هذا؟ حنا مع بعضنا ما عاملينش الربح من بعضنا، مع بعضنا راه الله يستر سم سم طاعون بيناتنا طاعون بيناتنا كنغرسو يعني بحال هذاك الابر السم بيناتنا بيناتنا. اقسم بالله الا بغيتو نوض حشاكم قدر الله وجوكم والله الا الماكله رميتها في الزبل، وانا ماشي من نوعي كنرمي الماكله في الزبل. تشوف الحاله كتشوف كتشوف ستاد البنات الحاله كيفاش كاريين ودويره صغيره بيت ومقعد طواليت صغيره ب 1500 درهم ما عندهاش الام كانت بالحجاب ديالها قلعات وخرجت للدعاره وطلع عندي تقول لي انت كتشوفني بلا حجاب صار الله يعطيك مصيبه ان شاء الله تصيبك في العمر ديالك يا القطط يا. وحاجه واحده اخرى انا اللي لاحظت المساعدات هذو كاملين شكون اللي كيساعد غنسى الرجال ما كيظهروليش انا بعدا اجي نتوما ما كتساعد ما عندكمش في قائمة الزكاة ولا الفطرة ولا والو المصائب الكوارث. هاد الرجال اللي كيتبعوني انا بعدا اللي كيجيو مورايا كيتبعوني اختي حنا العزيزة كتخليو لي المساج اختك حنا العزيزة ورخي على واحد 10 دراهم وعطيني اختك اللي هي راه فينا اختك في الاسلام واخا ماشي اختك من يماك وباباك هذيك اختك واحترمها منين تشوفها احترمها وعرف بان المرا راه كتعاني من معاناة وقاست من معاناة راه قاست من جحيم وجات تكمل باقي المصير ديالها في المجتمع وتجي انت تحط عليها يدك ولا تهبط لحوايجها. حق نرجع ونعاود كنرجع ورجع عندك الام عن هذيك الام اللي هي ما شكيناش من الام واش من الريح واش الام اللي تشوف بنتها مكرفصه وتعرت وزيرت على حالتها وخارجه مسكينه بالليالي وخارجه هذاك باش تدبر وداك الشيء وهي كتمني يدها تحت المخده والنعاسه دي الام هذه. اما نعرف انت الحبيبه ديالي القبر ديالك غتصح فيك ولا غيبقاو يدقدقوا عليك باش يهبطوك. ايه والله انتم هو لا 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 دابا عاد عرفت هاد الناس هادو راه مقطع راه انا كنظن على انهم حسبانين انهم غادي يعيشوا في الدنيا خالدين فيها ما كاينش يعني النهايه ما كتخمو تكبروا وتطيحوا في الفراش طريحين الفراش ما كتخمو حتى حاجه الله يسر. الاعمال ديالكم شريره يا لطيف هاد النوع هذا ما تعتقوا ما تخليوا اللي يعتق كتبيعوا ولادكم صغارين هذا كيتسمى البيع هذا. العيله عندها 15 عام فين ماشيين كتدفعوها فين ماشيين كتدفعوها؟ انا ولدي العزري قداش نوى كيمشي الا مشى بات مع صحابو ولا شي حاجه خصني نهضر مع الام خصني نهضر مع صاحبو خصني نهضر مع هذا خصني نهضر مع هذا ونطمن عليه ونعرفو فين هو ونعرفو فين ماشي ونعرفو فين ماجي. وهادو ما على بالهمش هادو الله يسر غات ولاد وطلاق يلاه ولاد ورمين عند الزنقه
نجيبو شي بركابين لصقوها لها، عندهم ديك اللعبه ديال الزواج كيتخبعوا مور الزواج، هما برو ديك الكواغط. بعد ذلك هذاك العدو في الحقيقه خصهم يبقاو يعملوا المراجعه مع هاد المصايب هادو. الو يدك، انا دابا داكشي اللي فرطيني كنشوف، انا دابا داكشي اللي كنشوف. الو يدك الله المكتب العدود. ايوا سيمانه جوج سيمانات على واحد القاعده خرجتنا جديده دابا البوس، جوج سيمانات ثلاثه سيمانات هما كيطلقوا، عاود كنرجعوا شكايه الطلاق ورا المحاميه نطلقوا. ما فهمتش انا كيفاش هاد الزواج هذا كيطول المده ديالو ثلاثه سيمانات جوج سيمانات سيمانه واحده. اذا دابا هنا هنا باش تعرفوا ما كاين لا زواج لا والو، هذا ما كاين لا عند القصير ولا هادشي اللي كيمرهوش في السوق دابا ولا حتى حاجه. هنا كاين غير الضحك، وهنا الانسان رجع للاشياء اللي هي معقوله كيتخذها للهزو وللضحك والمسخره، وكيبدا يستسخر بهاد الاشياء هذه. ولهذا حنا صراحه ما يمكنناش نزيدو، فغادي نزيدو لين غادي نزيدو، قولوا لي فين غادي نزيدو، لين شنو الطريقه غادي نزيدو فيها، كسحبكم غادي نزيدو يعني بالكمره ديالنا بالتصنطح ولا بالتخرج العينين؟ واش غنزيدو حنا نبداو نخرجو عينا في الناس ونطلعو نبرقو عينا في عباد الله ونتصنطحو مع الناس؟ هادشي هذا لا يعقل، هادشي واخا يكون هاد الاباء حتى هما خصهم يراجعوا الاوراق ديالهم على الطاوله. الله يجازيكم بخير، وراجعوا راسكم واحد شويه، واتقوا الله في نفسكم يا عباد الله. اللي عنده شي بنت خصو يجمع بناتو، عنده البنت ما كنسيبوها شي واحد السن قصير، كونوا بناتكم، كونوا الذكوره ديالكم حتى هما خصهم يتكونوا، علموهم ربيوهم خلقوهم تحاوروا معاهم. بالحق النتيجه راه مزريه، والنتيجه باش تتعوض الا هاد الناس هادو نسب قلالين اللي كيتنقدوا. كيجي شي واحد كيتزوج بيها وفي الاخر كيقول لها بناتك لا، اولا كيقول لها ولادك لا، حتى ديك عاود ديك الطرف الاخر اللي ماشي ملي ما خاص صياد عند اخر. ما كاين غا هكذا، ما كاينش من هذا. وهي المشكل ان هاد المراه هذه اللي ما بغيتش انا، هاد المراه العربيه كنبقى نشوف فيها من نيتي كنشوف فيها كثره الضعف اللي عندها، انها اعتقادا منها عملوها له الرزيله، الراجل هو خصو يتكلف بها، واو كيتكلف بك او تكلف بك. دابا فهمي عملك زليق دابا فهمتي، نشتي هذه افكار عطاوها لك خويه، ويتكلف بك هي الدار تكون مكتوبه على اسمك، بعد حتى الا زلقك كدير في الشاكوش وكتطحن داخل اخرى، بعدا بعدا مغطيه خبزه السميده الدهن فيها الزبده وتنعس الدنيا هانيه. الضو كاع ما نخلصو، نشري الشمع ونزل حدايا ماشي عيب. الماء كاع ما يكونوا عندي، مشي نطريطه نعمرهم، انا عمرتهم من طريطه، ماشي غادي يحوالوا لي عيني ولا يحوالي راجلي، ولكن على الاقل عندي واحد المأوى فكندخل وكنطرق عليه وكنعمل يدي تحت راسي. ما يدردك عليا حد، ما ندردك على حد، هذيك هي يتكلف بيا. هذيك الا ما بغيتي لا تقرا لا والو، هذيك هي تكلف كتضمن. علاش تدخل؟ كتدخلوا على الخاوي، كتدخلوا على بنادم ما عندوش حتى هو براسو الثروه الثروه العليه في صفه الناس ماشي في نصه، وانتينا حاسبه عندك الراجل. فين هذا الراجل العائله؟ فين هذا الراجل؟ وفينو هاد الراجل الله يهديك؟ فينو هاد الراجل يا هاد البنات؟ وافطنو وافطنو وحشوش، فينو هاد الراجل؟ كاين بعد منو عاوك يخرج لنا هنا يديها لنا هنا يديها القهوه يشري البوكادي يشري، كتقولها عنده الفلوس غيوكلني وغيشربني. الايام الاوليه العائله كلشي مدهون بالعسل، هو الشهر من الزواج الاولي كيسميوه الناس شهر العسل، فيها غير الحبيات والسكسيات والاشياء الجميله، وفي الاخر كيطيح عليك الهكم والتكاثر وحتى زرتم المقابر. هاك بالك هاك بالك هاك بالك هاك بالك، ويا الفعله ويا التركه والشتم واللعن والطعن والى ما غير ذلك، تزيد داكشي كملوا من عندك. علاش يسحب لك؟ شيور شيور كدعي من عينك، اذا كتسحق مشى. احنا شهر ابريل قسما بالله البارح عاد، اقسم بعظمه الخليق البارح عاد قصر فينا، قلت دخلنا صلعنا من ابريل، احنا في واحد ماي، احنا صبحنا في واحد ماي، شهر قاس وكانه يوم. اذا الا كنت نتينا بنت الناس كتعتقد ان داك شهر العسل غادي يبقى حياتك كامله، هذاك فقط شهر، والشهر الزمن هذا في هذا العصر هذا القرن 21 وكانك تمر بدقائق، شهر يماثل دقيقه، يماثل دقيقه بالسرعه. واجي معايا راسك بنت الناس، حاول تجلس على الكتبه، حاول تقرا، كمل صنعه، اعمل خديمه. هذا الزمن هذا حتى تقولوا لنا الرجال يقول لكم جلسوا في الدار وداك الشيء، يجلس هو في الدار الا بغى، باش حتى الا طلقك هو يمشي للزنقه، ماشي انت تمشي للزنقه. واللي عنده شي حاجه على اسمه يكتب على اسمه، خصوصا في الدول اللي ما فيهاش هاد التخربيق، كتب على اسمك باش ما تبقاش في القعده. راه انت اللي غيتحرشوا بك ماشي هو، هو ما غيتحرشوش به، انت اللي غيتحرشوا بك وغيقوزوك من الصيراط
واتبع. ها وهاد النوع هذا اللي كنهضر، حنا ما كنهضرش باش الناس تعرف، حنا ما كنهضرش على الناس كاملين، حنا كنهضر على واحد الفئه ده. هاد الناس هادو، هاد الفئه هادي اغلبيه ديالهم قبل ما كيسيبوهم كيجون عند الامهات ديالهم هيدا عينه مخرجه، كيقول لهم يعمل لك والو، انا ما بابا كان كيعمل لي ويعمل لي صافي، نتينا راجلك كان كيعمل لك هيدا، دابا حتى هذيك عاود يعمل لها هيداك، انت ام انت بعد انت ام، ولان نتينا السوق ديالك خاوي نتينا كنتي بحال داك البردع كيبردعوك، دابا حتى بنتك عاود تبردع، ها حتى بنتك تبردع، علاش زعما؟ حتى باباك كنت تشوف باباك اش كيعمل لي، وزعما كتفتخر كتقول لبنتك، ولا مثل تبارك الله عندنا في المجتمع، شو على مثل؟ شو على مثل تبارك الله وسط الله العظيم عندنا نتعين واحد داخل كيسب، واخا تسب وليدي، واخا تعيا تسب، إلا كنتي راجل وسميتك أنك راجل، ماشي بالرجولة اللي كتحمتينا، راجل بمعنى الكلمة، وهو ماشي حتى تجي قدامي، لأن أنا عارفك إلا تجي قدامي خصك تعط ودنك، ودك ما غاتعطاشي، ولا تبوس عينك، عينك ما غاتبوسهاش. عيط لي غير في التليفون قول لي حنان بغيت معاك مناظره ضربع ساعه وطلع من عندي وهضر معايا بالكاميرا وجهك، والله ما تقدر ولا تقدر قسما بالله ما تقدر، لان اصلا الطريقه شوف الزبان كتشتم في عباد الله وده. باين رباتك شي وحده بحال هذيك، ياك عبد السلام العنزي رباتك هذيك، ياك اللي كتبتيها تما هي اللي رباتك، لان علاش لما كانتش رباتك هذيك اللي كتبتي لي نتينا تما ما كنتش تنطق هكذا، هذه قاعده قاعده. الراجل منك يهضر منين تشوفو كيسبو داكشي عرف ديك الكلمه تلقحهم من اللي كان صغير في الطفوله ديالو عنده في العقل الباطن ديالو، المراه خصها تهرب، رباتو عريفه هادي خصك تهرب حبيبتي، علق برجلك منين تسمع الراجل كيسب الكلام الخايب وداكشي. الام ديالو كانت كتستعمل هاد الكلمات وسمعاتو هاد الكلمات من اللي كان صغير، عطاتو علاش كيقلب ديك دكاتو، دابا هو خصو ينتقم من المراه، لان هذا مشكل عندنا، حتى داك الضرب من الوليدات ملي كضربوهم هاش كنعملو لنا نتوما، والامهات كيضربوا الطقوره ما كاين غير الصب في العواد وداكشي، منين كيتزوج كينتقم من المراه، لان عنده في الداخل هو بلا ما يشعر حقد على المراه اصلا، وماشي يتزوج بالمراه، وشوف شي جنس اخر وليدي يتزوج به. انتوا بعدا خصكم تيرابيس، بعدا خصكم تعملوا تيرابيس على العقول ديالكم، راه طايح اكثر من نايض، عاد اجوا شاركوا الحياه ديالكم مع انسان اخر، بنادم ماشي بالامراض وبسلوكيات واضطرابات وانفصامات وسكيزوفرين سكيزوفرين يعني اللور اوف بروبلم سيكي يعني السيكنس، وتجي تشارك الحياه ديالك انت بديك الامراض لسقان واحد اخر، الله من هذا من قرا اكثر من كورونا هذه، قسما بالله هذه مصيبه هذه. شوفوا شوفوا واحد مزيونه هذه عجبني هذا، باش انا باش نعاودها باش نسمعوا. بلاتي عندك تخرج عبد الكبير، عبد الكبير ام لوك، سمعوا. قال رسول الله، قال رسول الله النساء نقصتو نقصتو بالسن، ماشي بالصاط، بالسن بالسن، سمعوا سمعوا دابا يدخل من الدين، دابا هذا داخل من الدين وما عرفش اش من باب غادي يدخل منه، شوف نقصتو عقل والدين، هذا مسكين ما قرا ما اسطن في الباب ديال المدرسه، ما عنده علم ولا درايه بالدين ولا بالعلم ولا حتى بشي حاجه، العيل نسى ناقصين دين وعقل، انت ناقص رجلين وناقص عينين وناقص يدين وناقص خنافر وناقص لسان وناقص سنان وناقص جهاز تناسلي وناقص جهاز عصبي، انت ناقص عندك كل شيء الحبيب ديالي يا عبد الكبير، انت سطل ديال الحمام بلا يدين، انت وليدي الرسول اللي قال على النساء قدوه ديالنا، قال خلي قال ياك انا حالا كتقول لك انت ناقص يدين ناقص رجلي ناقص عقل ناقص جهاز تناسلي، ما عندك حتى حاجه، شوف المستوى، شوف 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 اللغه العربيه كتقول الدق، شوفوا على مصيبه باغي يهضر بالدين، هو اللي بغي يهضر بالدين خصك تكتب اللغه العربيه، انت ما عندكش اللغه العربيه ما معنى هذا، ناقص كلشي انت ناقص رجلين، رجل واحد طالع واحد هابط، عينينا طالعه وعينينا ناقص كلشي انت يا حبيبي العزيز، هذاك السطل ديال الحمام بلا داك السطل ديال الحمام متقف في الحمام كتكب فيه الماء ما كيهبط، السوق ديالك خاوي، اللغه مهرسه مكحوشه كلشي، ناقصتو عقل عقل والدين، ما عامله بالصوت باقي ما كيعرفش يكتب ولا شنو، هاد المصيبه مخرجوها بحال هذا ما غيستافد ما والو، دابا باقي خصو تنقي عندك الدماغ وتفورماطا من جديد، وعاد نبداو له مع التحضيري ونزيدو له الفرنسيه الثانيه ابتدائي، تيغ تيغ لو موطون موسى، تيغ تيغ لو موطون لو تابي لو سوغي، ونبداو نعلموه ونبداو نشبروا له الاصبع ديال الدون تكيوه له هكذا باش يزيد، سير اوليدي سير،
ملي كانوا الناس كيقراو نتوما كنتو كدورو تبقاو تدورو في الدروب تفتشوا على السولوسيو تفتشوا على القرقوبي ودابا تقلقوا مع راسكم يلا وشبروا دابا يوم عام نجاو حطو وقف عليهم هنايا لان الحق ما عجبهمش لان دابا عرفتي واحد الطبقه مسيته خد عرفتي الميساج بحال جو مادريس هو يعني انا الرساله ديالي وصلت لهم بالعربيه وفهموني معاك تبارك الله كنمشي النقط يعني النقط اللي كنتشكم فيها دابا عرفتي انا كنتشكم هما كينقزوا كيبداو غير يكتبوا غير يكتبوا ما عرفتش علاش باش يزيدوا يهضروا ناقص هادين وعقل وحملت به 9 شهور شو على مبهدل باش تعرف السوق ديالو باش تعرف انا قلت له انسينا ناقص يدين ورجلين وعينين وكوارع وكل شيء ما مسكينش باش تعمل معاها المصيبه وصاف طلبوا اللطف طلبوا اللطف راه شي نهار ماشي طلع من عندي هنايا شي جن شي عفريت ومجيها الغزاله كيطمق الراجل كيخرج لي عينه كتجي عندي ماها كتقول لها داك داكشي صافي اللي عمل لك تقول لها ضربني وتكرفس العيله مسكينه كيزا العيله كتمر يعني ديك المراه ما جا يعني غتجبر يماها بعدا غا الكلام الطيب غا تدريعه ذا هاك فروم يور مام خويا داكشي اللي عمل لك عسلام عسلام عيني تشوف بلقي مع هادي قالت لك ما غنمشيش للدار د الراجل فاطمه فاطمه تق الله شوش فراسك عندنا شطرتي داك المصيبه اللي عندك انت بغيتي داك الهراوه وحتى بنتك عاود داك الهراوه علاش داك الهراوه علاش داك الهراوه تقول لنا بابا كان كيغتني بالهراوه واش ضربك غير بيدو انا كان كيضربني بالحبل وبالهراوه وبالقبنه وبالعواد وبالشطاب وكنا كنعسوا في الباط ونعسوا في هذا وعاد المخك غنتينا صافي نعسي في داكشي حتى حنا خصنا نعسو في داكشي ولا ما فهمتش انا هاد الجيل هذا هاد الاباء هادو محقدين على هاد الجيل وهاد الجيل حقد على جيل وعباد الله ما غادي نزيدوش خصنا نبدلو هاد الفكر صافي داكشي اللي عندنا خصنا نمحيوه خصنا نطمروه خصنا نزيدو بهاد الجيل خصنا نهضو بهاد الجيل خصنا ندفعو هاد الناس يزيدو وما يمكنش اللي عشتو انا نعيشو لولدي وما يمكنش عباد الله ولا يعقل واش عباد الله ما بغيتوش تفهمو صافي غير انا كليت الهراوه وكليت الدق وتجوعت وقوس من 10 وكلت الدق اذا حتى انا بني غادي ندقدقو حتى انا بني ندقدقو ايوا باش نكون انا على خاطري ايوا اللي هلا يحيي هاد الفكر هذا انا بني تاج راسي ونحطهم فوق راسي بنتي تاج راسي ونحطهم فوق راسي هاي ابني تاج راسي ونحطهم فوق راسي وبنتي تاج راسي ونحطهم فوق راسي ونزيد بهم للقدام ماشي انا كليت ولا اللي كليت صافي الله يخلف هذاك كان من القدر ديالي ومن العهد ديالي ومن الفكر ديالي الانسان كيتجدد وكيتطور بروغريس يعني خصنا نطوروا في العقل ديالنا وفي فهم الحياه لا يعقل يعني اللي قاز عليهم نقوز اللي قاز علينا نقوزوا عليهم علاش زعما ايوا هما عاود اللي جا عاود خفيتنا عاود يقوزوا نشوفوا خفيتنا عاود كيتكنفوا ما كاين غير الله يستر غير الكومباطي طايحين به غير العنف وما كاينش حتى شي ملاكم بعدا عندنا في الدوله بعدا معروف عالميا كيجي منا الميداليات الذهبيه كنتلاكموا غير مع واحدنا الله يستر كنقتلوا بعضنا ما كاين غير عطيني نعطيك او هادي كيزرقوا النساء وعدي الكمامر ديالهم كيطلعوا في الصحافه انا بعدا مخلوعه انا مخلوعه انا مصدومه قسما بالله الا مصدومه هو هادي المره الله يسر الكماره ديالها دي سن فورماده الطقم ديالها مسكينه مشى هنا العينين ديالها هيدا مخرجين كتعلي على يدها كلشي مزرق والموس ضربه به هنا اش هاد الحاله هادي هذا الاجرام هذا عباد الله اسيدي يا مولاي ابو ركابي علاش كضرب الله يضربك الحرق كان يضربك على قلبك الله يعطيك الكانسير يهبط لك جلودك ان شاء الله انا بعدا من عندي كنطلب من الله الواحد الاحد الصمد الحي القيوم اي واحد كيضرب مرتو اي واحد كيغيره ويزرقه الله يغير له الايام ان شاء الله الله يعطيه امراض فتاكه تفتك الجسد ديالو ان شاء الله باذن الرحمن نتمنى له ما هو يجيه مرض بعدا يبقى طريح الفراش فيه ويطيح له ربي يده مع رجله هادشي اللي نتمنى له اي واحد كيتعدى على بنت على بنت على حرمه اي واحد كيتعدى على حرمه وما قدرتش تدافع على نفسها كنسال الله كنسال رب العباد ان يعطيه مصيبه تجيه من غير يدي ان شاء الله الله يعطيه مصيبه في مكان في اي بلاد كان وفي اي مكان كان يعني علاش الانسان اللي كيكون ضعيف وما عندوش باش يحامي وما عندوش باش يطاكي على راسو فهاد الانسان هذا كيتظلم في الاخر كنبداو حنا نشوفوا فيهم في الرزولو
ها ملي كتجي هنا عليما كتقول لنا بابا كان كيعمل لي وكيعمل لي وعمل لك ولا يصنع لك دبر راسك عاود مخك تنسينا كنتي تما قاسم الجهل ديالكم داك الرغايف والبغرات ديالكم المصائب ديالكم نتوما حتى ما عرفتش كون عملكم هذا الجهل في العقل ديالكم ما شبطتوا كتاب القران ما قريتوه الدين ما كتعرفوه المصيبه الكحله هاد الناس هادوما المصيبه هادي والله الا المصيبه ما عرفناش هاد الشيء هذا منين ما جا عباد الله واش عباد الله الناس ما بقاتش تنهض باقي كنعطيو ولادكم كتجي انت هي مع ضربك ما نعمل لك والو شنو نعمل لك مسكين ايوا غير حاله الاعصاب حاله الغضب وصافي حاله الغضب ياك ولينا انت نفسك كتاكل في الهراوه الثقافه ديالك ديال الهراوه الزرواطه اذا الاخوه الكرام باش نكملوا الموضوع ديالنا ف نعم اذا الصيره صارت طرحتي من 06-36-83-57-50-50 هذاك هو الرقم ديال الاخت حنان بالعروي من مدينه النار اقليم الناظور اللي بغيت تساعد معها ويعاونها ففي سبيل الله وحنا الان على ابواب تقريبا رمضان غادي يكمل ما جا الفطره ما جي هذا باش نخرجوا الفطره غادي نخرجوها اذا نعاونوا واحد شويه واش الناس المحتاجين اللي هما فعلا كيحتاجوا في سبيل الله الاخوه الكرام كنشكركم كنقول لكم تحيه لكم عاطينا وانا راني عييت واحد شويه وغادي نمشيو بحال الناس واحد شويه ومن بعد خصنا نوض للسحور اذا جزاكم الله الخير نتلاقاو في ساعه اخرى بارك الله فيكم